السلام عليكم، كيف حالكم يا رابع؟ شو أخباركم يا مس؟ اليوم يا مس رح نعمل مراجعة للي أخذناه طول هذاك الأسبوع. رح نبلش يا مس، بلشنا بدرس قرية النمل. حكينا يا مس إنه عن النمل إنه يتميز بالذكاء وحب العمل، ويعيش في قرية في جماعات، ويحكمها نظام دقيق، وملكة النمل هي التي تضع البيض، أما العاملات تشق الطرق. حكينا كمان يا مس إن النمل إلى فوائد. ما هي فوائد النمل في البيئة؟ تهوية التربة بما يحفره من ممرات تحت الأرض، والقضاء على كثير من الحشرات. يعني إحنا يا مس حكينا عن درس قرية النمل، بعدين يا مس أعطينا بعض المعاني. تخرج اليرقات من البيض، اليرقة تعني النملة في أول خلقها. وحكينا يا مس نصل هذول الكلمات مع بعض: عجزت أي لم تستطيع، استدعت نادت، ترعى تهتم بي، تشق تفتح، دار نافع تبني تهدم، تجمع تفرق، نظام فوضى. وحكينا بنحل الاستيعاب يا مس، وبدي إياكم ترفقوا لي إياه على التطبيق. وحكينا هون يا مس عن ماذا؟ عن الأفعال. حكينا عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية، حكينا أنواع الجمل: الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية هي التي تتكون من فعل وفاعل. حكينا ما هي أنواع الأفعال: فعل ماض ومضارع وأمر. فعل ماض ومضارع وأمر. وحكينا يا مس عن الأفعال هون: الملكة البيض، تضع الملكة البيض، تضع الملكة البيض. حكينا تضع فعل مضارع. العاملات القرية، تبني العاملات القرية، تبني العاملات القرية. الغيم في السماء، ظهر الغيم في السماء، ظهر الغيم في السماء. النمل لحمل الغذاء، يتعاون النمل لحمل الغذاء، يتعاون النمل لحمل الغذاء. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الشكل المجاور لتكون جملة مفيدة. مفيد، ايش حكينا هون؟ العسل مفيد. لاحظنا ان الاسماء ايش حكينا؟ الاسماء هي التي تقبل للتعريف والتنوين. العسل مفيد، القمر بدر، النملة نشيطة، السماء صافية. لاحظنا انه كل ياتا يا مس تتكون من ال التعريف. لاحظنا ولا ما لاحظنا يا رابع؟ صح ولا لا يا لجين، يا الياس، يا محمد، يا ميار؟ كل ياتنا يا مس لاحظنا انه الاسماء هي التي تبدأ بال التعريف وتقبل التنوين عكس الافعال. هون يا مس حكينا بدنا نحول من جملة اسمية لجملة فعلية، أو من جملة فعلية إلى جملة اسمية. كيف بنعمل؟ النسيم هب عليل، هب النسيم، النسيم عليل. هب فعل، والنسيم هي إيش؟ هي الفاعل. لاحظنا النسيم عليل، هون جملة فعلية وهون جملة اسمية. جملة فعلية لأنها بدأت بفعل، أما جملة اسمية لأنها بدأت باسم. الأوز يطير متعاونا، إيش حكينا هنا؟ يطير الأوز، يطير الأوز، الأوز متعاونا، الأوز متعاونا. جاء هادئ، جاء الليل، جاء الليل، أو الليل هادئ، جاء الليل، أو الليل، جاء الليل. هون جملة فعلية، الليل هادئ جملة اسمية. المطر نزل غزيرا، نزل المطر، أو المطر غزيرا، نزل المطر، أو المطر غزيرا. لاحظنا نزل المطر هي فعل، هي جملة فعلية. نزل هي فعل، ونزل المطر هي إيش؟ هي جملة، جملة فعلية. المطر غزير هي ماذا؟ هي جملة اسمية. حول الجملة على نمط المثال: يعيش النمل في جماعات، النمل يعيش في جماعات.
لاحظنا ينضج التين في الصيف. التين بنلاحظ انه حضرنا التين ينضج يعني التين بالاول بعدين ينضج الثانيه. لاحظنا التين ينضج في الصيف تدافع العامله عن قريه النمل. العامله تدافع عن قريه النمل. العامله تدافع. ترعى الام ولدها. الام ترعى ولدها. الام ترعى ولدها. صلى المريض جالسا. المريض صلى جالسا. المريض صلى جالسا. صل العبارات بما يتمم معناها على نمط المثال. أما العاملات فتبني القرية. أما الملكة فتضع البيض. أما اليرقة فتنمو لتصبح حشرة كاملة. أما الطعام فتقطعه النملة ليسهل حمله. أما القرية فيحكمها نظام دقيق. لاحظنا كمان بالكتاب يامس بنحول الفعل المضارع إلى فعل ماضي. حكينا الواو يناسبها الألف الممدودة والياء يناسبها الألف المقصورة. الواو يناسبها ماذا؟ الألف المد. الواو تساوي ألف المد والياء تساوي ألف المقصورة. يعني ينجو نجا، يشكو شكا، يدعو دعا، يمشي مشى، يروي روى، يطوي طوى. لاحظنا انه لما كانت واو كانت الف مد، لما كانت ياء كانت الف مقصوره. دنا يدنو، صحى يصحو، محى يمحو، مضى يمضي، بنى يبني، برى يبري. لاحظنا يا مس انه لما كانت الف صارت لواو، أما لما كانت ألف مقصورة أصبحت ياء. املأ الفراغ في كل مما يأتي بالشكل المناسب للألف، ألف المد أو الألف المقصورة. يعلو على، يحكي حكى. هون يا مس حكى بالألف المقصورة، يا مس بالألف المقصورة وليس بالمد. هون سهواً يا مس، هون سهواً، يعني يحكي حكى، يحكي حكى. يجري جرى، يبدو بدا، يسمو سما، يهدي هدى. لاحظنا يا مس يعني يحكي هي حكى، نظبطها يا مس لأنه هاي سهواً. حكينا الواو يناسبها الألف المد والياء الألف المقصورة. حكينا عن كانت النملة تمشي، شرحنا هذه النشيد يا مس وأعطينا الأفكار فيها وبعض المعاني، وحكينا أن الإنسان لا يخاف من أمر عظيم بل يجب أن يتخلص منه وأن لا يبالغ بالخوف لأنه إذا سيطر عليه سيصيبه خطرا أعظم، وأن الخائف لا يحسن التصرف ويهلك. الخائف لا يحسن التصرف ويهلك. لاحظنا يا مس كمان، حكينا كمان يا مس عن ابن الهيثم، ابن الهيثمي، وشرحنا اول فقرة، وان شاء الله يا مس بنكمل الفقرة الجاي الحصة القادمة، ويعطيكم الف عافية يا رابع.